خامس نوع معانا من انواع الانيميا، وهي انيميا الخلايا المنجليه، واللي بتسمى برضو بانيميا البحر المتوسط، وده بيكون بسبب انتشارها في دول البحر المتوسط. مش محتاجة حاجة يعني. أوقات كتير بنلاحظ إن في أشخاص بيظهر عليهم شوية أعراض، زي مثلا الإحساس بالتعب والإرهاق وقلة التركيز وفقدان في الشهية والميل إلى النوم وسرعة ضربات القلب. كل الأعراض دي بتتلخص في مرض اسمه نقص الدم أو فقر الدم، واللي معروف باسم الأنيميا. تعال بقى أقول لك سبب الأعراض دي كلها. فقر الدم أو الأنيميا عبارة عن خلل أو قلة في عدد كرات الدم الحمراء اللي هي RBCs، واللي بينتج عنه خلل في مستوى الهيموجلوبين، واللي وظيفته انه ينقل الاكسجين لخلايا الجسم، فبالتالي بيحصل خلل في نقص الاكسجين المنقول لخلايا الجسم. طب ايه هي سبب الانيميا؟ السبب الرئيسي في الانيميا هي سوء التغذية، زي مثلا نقص تعاطي عنصر الحديد في الاكل، نقص حمض الفوليك، نقص فيتامين B12، وساعات كتير بيكون بسبب مرض مزمن او مرض وراثي. وطبعا كل نقص من دول بيدينا نوع معين من الانيميا. طب ايه هي انواع الانيميا؟ عندنا 5 انواع من الانيميا. اول نوع من الانيميا هي انيميا نقص الحديد، واللي بتنتج من اسمها عن نقص عنصر الحديد، يعني معنى اصح سوء تغذية. ساعات كتير برضو بيكون بسبب فقد كمية كبيرة من الدم، زي مثلا تعرض لحادث او جرح كبير او نزيف شديد او تقيؤ كمية كبيرة من الدم، زي مثلا في حالات دوالي المريء. تاني نوع من الانيميا هي فقر الدم الخبيث، واللي بينتج عن نقص حمض الفوليك ونقص فيتامين B12، وكمان بسبب تعاطي الكحوليات والخمور. تالت نوع عندنا وهي انيميا فقر الدم الانحلالي، اللي هي الهيموليتيك انيميا، واللي بينتج نتيجة مهاجمة جهاز المناعة لكرات الدم الحمراء، يعني بمعنى أصح الجسم بيهاجم نفسه، وده للأسف بيبقى مرض وراثي. عندنا مثلا مثال على النوع ده هي انيميا الفول. رابع نوع معانا من الانيميا والمعروفة بالابلاستيك انيميا، واللي بتنتج عن عدم قدرة النخاع على تكوين كرات الدم الحمراء، وبالتالي ما بيكونش عندي عدد كافي من كرات الدم الحمراء، وممكن برضه يكون بسبب تعاطي كتير من الادوية الكيميائية المعالجة لمرض السرطان. خامس نوع معانا من انواع الانيميا وهي انيميا الخلايا المنجلية، واللي بتسمى برضه بانيميا البحر المتوسط، وده بيكون بسبب انتشارها في دول البحر المتوسط. مش محتاجة حاجة يعني. وهو عبارة عن مرض وراثي بتكون فيه كرات الدم الحمراء غير مكتملة النمو، وبالتالي مش هتحمل الأكسجين لخلايا الجسم، وبالتالي هتسبب عندي نوع الأنيميا دي.